الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. المثلث باقي ما بغى يخرج لي في الوسط. كي جاكم اللي عجبني فيه هو مخيط معاه هاد الكاب. شوفوا الكاب كيفاش كيجي فيه. السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، العائله صحيحه مالين دار. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتوا قد ضروري نصور لكم هاد ستوري هادي باش تقولوا لي الراي ديالكم في هاد الشده كيف جاتني اولا نبدله. وهادي راه 30 دقيقه باش يلا عملتها، ومثلث باقي ما بغى يخرج لي في الوسط. ما بغيتوش يجيني زعما فيري بوينتي، غير شويه. كي جاكم؟ صراحه انا هاد الكولور اللي عجبتني بزاف بزاف، وغادي نعمل لكم اليوم هول داكشي اللي شريت. اي بروميس اليوم غادي نشارك معكم كلشي. المهم داكشي مزيان، عملت هادو ديك القطط ديال الهند، واعرين صراحه هادو مزيونين بزاف. انا رجعت كيف ما وعدتكم، غادي نشارك معكم المشتريات ديالي. هادي يومين نتوما كتسناو، وانا بديت كنت كنتسنى لانه داكشي كامل كان مجموع وخصني غير نمشي بحالي للدار باش انا داكشي نقيسو ونوريكم حتى نتوما. فاول حاجه اللي كنت خديت من عند هو محل واحد اللي مشيت عنده اللي كان امسنس، كاين في برادفورد الناس ديال اليو كي، وكاين في برمنغهام، وعندهم ويب سايت. صراحه داكشي كان كيحمق كيحمق كيحمق. اول موديل خديت هو هذا التوب ديالو. ما غاديش نعرف نشرح لكم التوب ولا النوع ديالو ولا اسمه، ولكن كيجي خفيف بزاف بزاف. شوفوا تقريبا كيبين كل شيء، ولكن اللي عجبني فيه هو مخيط معاه هذا الكاب، مخيط فيه باش كيسهل عليكم اثنين في واحد، باش كيغطي لكم الشعر من هنا وفي نفس الوقت كيغطي من هنا. واخا باقي كيزلق لي شويه، ولكن المهم حسن من حسن بلا به. فخديت هذا اللون هذا لانه لي كولور باستيل كيجيو مع اللون ديال البشره ديالي، وخديت نفس الموديل في هذا اللون حتى هو. شوفوا شحال مزيون لوين. شوفوا الكاب كيفاش كيجي فيه من داخل، كتعملوا راسكم عاد كتحطوا عليه، عاد كتحطوا الشال من الفوق. نفس الشيء عرفت المود ديال الضحك، المود ديال الضحك. ما عرفتي كيفاش نخشي راسي فهاد، وبقيت كنتقاتل معاه وجاني هكذا بحال ديك الرهيبه تهبط لي هكذا عالي كيموت الضحك عليه. ولكن المهم حنا كنتعلموا. دونك كيف ما كتشوفوا كيجيكم هاد لا كولور فنه فنه فنه، لا كولور كتحمق. وغادي نرجع عنده باش ناخذ هاد الموديل بزاف لانه انا ما رديتش البال. هذا كان عامل تقريبا ب 8 باوند، وكان واحد اخر عامل 5 باوند، وانا قلت شنو الفرق، علاش هذا رخيص وهذا غالي؟ الفرق هو ان هذا فيه الكاب واخرين ما فيهمش. بحال هذا مثلا، هاد اللون هذا كان ب 5. ما بغيتش نقلب صغير كحال كحال كحال، نبدلو شويه. فوالا الكولور كيفاش كتجي، حتى هي مزيونه بزاف. كيف ما كتشوفوا التوابات كاملين اللي خديت خفافين، لانه حتى انا قبل ما نعمل يعني الحجاب كنت دائما كنبغي نلبس لي بيو العنق، اي حاجه كتغطي لي هنا في عنقي كتقمطني وكتسخن لي هاد البلاصه. فقلت بضروري حتى هاد الشيء اللي غناخذ خصهم يكونوا خفافين باش ما يضيقوش عليا. دونك هاد الكولور حتى هي مزيونه شفتوا. وفي حاله لا هذا التيسو مبدل، ولكن شوفوا لاكولوغ، لاكولوغ باستيل تا هي مزيونه. هذا ليلى لايلك مزيون. وشوفوا الثوب ديالو كيفاش، هذا ما كيبينش ماشي بحال الاخر، مي خفيف. هذا عادي عجبو واحد السيده من العائله، قالت لي النهار غتبقى دابا مي غتعمق في هادشي ديال الشيلان غير رجع بحال شعرك، خصك ضروري كل مره تنوع، كل مره خصك شي حاجه جديده، كل مره خصك شي حاجه. وبصح هي انا دابا ومكراتي في كل خرجه نخرج ندخل معايا شي حاجه جديده. دونك هذا ديال الحرير هو اللي اختار عالي، كان الثمن ديالو زايد كان 13 باوند ولا شي حاجه. اللون ديالو مزيون ولكن طويل بزاف بزاف بزاف، ما يصلحش نليق ليه ولينا صغيورين في حالنا. راه الطاوله ديالو قد الطاوله ديالي، ما عرفتش واش نقدر نقص منه ولا شي حاجه. نتوما اللوين خديت هاد لاكولوغ، هادي جات بغيت كولوغ تكون نيود ولا شي كولوغ ترابيه بحال هكذا. بصراحه انا لي كولوغ نيود ما كيجيوش معايا في الحوايج، كيف كنبان دائما مريضه، ولكن قلت هذا يقدر يجيني. كيف جاتكم لاكولوغ مزيونه، نفس الثوب الاولاني هذاك اللي جا خفيف وكيبين. اخر شال عندي هو هذا في البيض، حتى هو نفسه كنت بغيت نلبسو اليوم ولكن كيبين بزاف وبقى ما عرفتش كيفاش زعما نقدر نلبسو. واخا عملت البوني تحت منه كيبان داكشي مرون من داخل. من بعد عندي هاد الكابس هادو ولا هاد لي بوني اللي كيلبسو من التحت،
بالالوان، خديت واحد في الكحل، واحد بلو مارين، واحد في هذا اللي لام ديوان، واحد في الزيتي الخضر ديالي ما عرفتش كيف بالكم شفتوا، واحد في البيض، وعندي هادو اللي كيجيو بحال هكذا فيهم كروس كيجي هكذا في البيج وفي البلو مارين. بزاف ديال البنات قابلي هاد الكابس هادو كيطيحوا الشعر، فكنتمنى شعري ما يطيحش حيت ما عندي حتى شي حل واحد اخر باش نقدر نغطي به شعري هكذا لابسه وباقي كيبدا يزلق كيرجع لوري. اش غادي نعمل؟ تلعب الله. بالنسبه لي زاكسيسوار شوفوا هادو، هادو هما ديك المقبطات اللي كنت وريتكم ديال ماغنيت ديال الهند، ها هما انا نيت عاملاهم دابا، كتحط غير واحد هنا واحد هنا وكيتلصقوا مع بعضهم، وكاين بعض اللي ميساج قالوا لي صافي راه ماشي مزيانين زعما دغيا كيطيحوا. انا نهار كامل وانا عاملاهم والله الا زعما الشال واقف متعو ما تحركش، خديت واحد في الماغون بحال هكذا، واحد في الجولد، واحد في الكحل، واحد سيلفر، وهذا جا هذا جا ديك غريفون سي تشاركول مزيونين، وقلت نجرب هاد السيل هادو كيجيو بحال هكذا كيتخشاو هايده كيبقاو يبانو بحال غير هادو ياك. وحتى احتياط شريت هاد الفنيسات الصغيورين، قلت ما نعرف هادو ما يبغيو شي يخدموا مزيان. هذا هو الهول ديالي، كيف جاكم؟ كيف جاكم الالوان؟ كيف جاكم الستيل؟ غدا ان شاء الله كنظن ولا بعد غدا غادي نمشي عاوتاني للمحل ونجيب حاجات اخرين ضروري، باقي خصني الحوايج، اهم حاجه خصني الحوايج. قلت لكم عندي نقص كبير في الحوايج فخصني ضروري نمشي نشريهم سيغتو لي هكذا من الفوق. وهذا ما كان كنتمنى ان هذا الهول هذا يكون عجبكم. ودابا من بعد هذه ستوري غادي نحط لكم الوصفه ديال الكاتو ديال ماربل كيك اللي عملت البارح، تعطلت ما حطيت لكمش لا غوسيت، جربوها عرفتوا كي تجي. يا سلام على ضمانتي، خصني نقول حاجه بسيطه المهم تنفكر. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.